الحين بنحط الدياي بالصينية، بس قبل هذا عندنا بصل وثوم بنحشي داخل الدياي، داخل بطن الدياية. حتى الماء اللي كان فيه تتبيلة أحط على الدياي، أصبه على الدياي. شوفوا الحين ندخلها الفرن لمدة ساعة، الحرارة اللي تحت فقط. بعد ساعة أفتح الفرن، أوكي، حط شوي زبدة على الدياي، أوكي، وبس، وأحط روزماري عليه. ما شاء الله، شوفوا واي ريحة الدياي، والبطاط كيف مستوي ما شاء الله. شوفوا كيف، تعرفين البطاط مستوي، حط السكينة نزليها وبتحسين إن خلاص طلعت السكينة نفس ما هي، يعني خلاص استواء تام يذوب ما شاء الله. حتى الدياي شوفوا، شوفوا غرسته هنا، تغرسين وشوفين واي ريحته.